تتواصل الفعاليات الشعبية الفنية والثقافية ابتهاجاً بالزوار القادمين إلى البصرة من جميع محافظات العراق والدول الخليجية، إذ يحرص البصريون على تقديم صورة رائعة عن الكرم العراقي والتنظيم. على أنغام الخشابة تستمر فعاليات الابتهاج بكأس الخليج في البصرة. هنا الفرح يضغى على أجواء المدينة بعد غياب طال انتظاره 43 عاما. فرقة الخشابة اللي اختفت في الافتتاحية اللي احنا كنا بصراويين كنا نأمل انه تكون جزء من تراث البصرة، لكن احنا جبناها هنا. وايضا انه الخليجيين خاطر يشوفون انه البصره في كل مكان في البصره انه محتفله. احنا سعداء اليوم احنا نتواجد في البصره، ونشكر دوله الخليج ان اليوم اعادت هذه البطوله الى موطن الحب وموطن الصدق وموطن الاخوه في هذا المكان. انحرمنا سنوات طويله من تواجد اليوم اشقائنا العراقيين في هذه البطوله. الخشابة واحدة من الفنون الشعبية البصرية، تمتد جذورها لعشرات السنين حتى أصبحت علامة الجودة لمدينة تلاصق دول الخليج وتشترك معها اجتماعيا. حدث اللي صار والفعاليات الجاي تصير، والخليجي 25 البصراوي سوى تطور وفتح آفاق كلش كبيرة، يعني مو بس بالكوره، يعني لا فتح يعني احس باب جديد يعني بين السياحه والدول الخليج. يعني 40 سنه احنا كنا نفتقر هذا الشيء. تتنوع الفعاليات الثقافيه والفنيه لاستثمار البطوله العربيه لاظهار ثقافات مدينه عرفت بفنها وثقافاتها لالاف السنين. نعم، انها البصره عروس الخليج وفينيسيا الشرق. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.